أهلا وسهلا، برج الحوت. أحلى بنات الحوت والله. هلا والله بنات الحوت اللي أنا بعشقهم يعني، وبحب الوقت اللي بقضيه مع الأصدقاء اللي من برج الحوت، خاصة البنات. ما يزعلوا مني الشباب، برضو في شباب كمان بعرفهم برج الحوت، لكن يعني حلو إنه الواحد يقابل شخص مثل برج الحوت. برج الحوت برج مضحي، برج الأم والأب. ما بحكي الأم والأب اللي هم الحقيقيين، لا، بس هو بحاول يكون أمك أو أبوك، بحاول إنه يزبط لك أمورك إذا كنت صديقه أو أخوه. بنسى حاله، وكتير يا سلام على القراءة، قديش حلوة رائعة، خاصة آخر كرتين. برج الحوت، برج الحوت من مواصفاته إنه إنسان رائع بمعنى الكلمة. بنت الحوت بنت كتير حنونة، لكن لا تظهر كتير خوفا من انه الناس يستغلوا هاي الطيبة. لكن برج الحوت بالنسبة للشاب هو شاب قوي جدا، ناجح في عمله، عنده حنان كمان مثل بنت الحوت، ما بيظهروا الا للقريب كتير كتير منه، وهذا ذكاء طبعا. كمان هو معروف بالحكمة، برج الحوت بنت الحوت، والشاب حكيم جدا، ما بياخذ قرار من أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، لا، بده يدرسه على رواق والأمور تكون كلها تمام وكذا وهذا، ويستخير ويستشير بعدين يعطي قراره في الموضوع. برج الحوت ألف كانت مو حلوة صراحة، وهم عارفين أنا عن شو عم بحكي. ما كان حلو أبدا باش، لكن ما نحكي انه كانت حلوة، لا، من بداية الاشهر برج الحوت اظن انه شاف نتائج حلوة للشغل اللي كان من 2015 ل 2018. الحلو بالموضوع انه يا برج الحوت الامور مش بس من شهر واحد لستة حلوة، لا، كمان من ستة ل 12 كتير 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 حلوة. المتزوجين واللي عندهم أولاد، أولادهم راح يسببوا لهم فرحة كبيرة. ما بعرف هو نجاح بالثانوية العامة، نجاح في المدرسة، يعني ما بعرف شو هو، بس العائلة راح تسبب لك سعادة كبيرة، وخاصة الأطفال أو الأولاد راح تجيك سعادة كبيرة من عندهم. وهذا مش غريب على فكرة، هذا لأنه أنت مهتم فيهم أساساً في نشأتهم. للأطفال بتهتم بتفاصيل التفاصيل، ما بتتأخر عنهم ولا شيء، لا بمادة ولا بعاطفة ولا، وهذا بينطبق على الأولاد وعلى الزوج. برج الحوت مخلص جداً 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 بالنسبة للشاب وللبنت، لكن للأسف بتعرضوا دائماً لأشخاص مش بنفس الاستقامة. كان مجروح بوقت من الأوقات، بس هو زي ما نقول اتعود على الجروحات، فصار يعرف كيف يتعامل مع العالم اللي حواليه. بطل ينخدع، برج الحوت وصل لنقطة إنه بطل ينخدع بولا شخص، أو بيهتم بحيثيات الأمور قبل ما يفوت أي موضوع. فهو إنسان مجاهد يعني، مكافح من الدرجة الأولى، وما بمل، ما عنده نهاية. أنا خلص وصلت اكتئاب وما بدي كذا، بتلاقيه خلص اليوم أنا إيه، لا خلص أنا مكتئب وكل الأمور مو ظابطة وكذا. هذا هو برج الحوت، بكرة بصحى الصبح يعني كل الطاقة اللي في الدنيا فيه، وهاي شغلة بتجنن، شغلة حلوة، في عنده سعادة كبيرة على صعيد زي ما قلنا الأطفال، وعلى صعيد الشغل كمان. بالشغل في أمور ما كانت يعني ماشية بمجراها الصحيح، راح كل شيء يزبط ويرجع لمكانه.
في أسرار بالشغل رح يعني تنفضح أو الكل رح يعرفها، ونتيجة هاي الأمور أو التصحيحات الكبيرة اللي في الشغل رح اللي حواليك رح يعرفوا قيمتك، إيش أنت وإيش كنت وقديش أنت كنت مظلوم يا برج الحوت، ويعرفوا طيبتك وشخصيتك الأصلية، ويعرفوا إنك أنت كنت داير بالك على الشغل، ورح ينعرف الإنسان الطيب من الإنسان الخسيس. هاي الخساسة كلها من حياتك. يعني إحنا خليني أقولكم معلومة، إحنا في حياتنا كل فترة بحاجة للفلترة، فبعد 8 هدول 3 أشهر يا برج الحوت رح يكون في فلترة، الأشخاص السيئين كلهم رح يروحوا من عندكم ورح تخلصوا منهم بالتي هي أحسن، وكمان تكملوا بطريقكم بدون ما يأثر عليكم الموضوع في أي شيء، في غدر في العاطفة كان في من قبل بس أنت تخطيته كمان وخلصت منه. الآن في عندك أشخاص جداد، أنا بقول أشخاص مش شخص واحد، فمن الأفضل إنه أنت تطلع اللي حواليك، تنسى الماضي بجروحاته بمشاكله بالحزن، وتطلع لقدام كتير في أشياء حلوة. وأكيد لضيق الوقت ما رح أشرح كتير أكتر من هيك، لأنه يعني من بساطة الكروت بقول لك باختصار انت خلصت من الكتير، ما ضل الا القليل، بدك تستحمل شوي لانه نهاية السنة عندك افراح كبيرة كبيرة، مش لإلك كمان، لصديق او صديقة لإلك يعني. فالحلم الشخص اللي انت كنت تحلم فيه حيظهر في حياتك بالفترة الجاي، بس أهم شيء ما تضيعه من إيدك زي ما ضيعت أمور كتير من إيدك يا برج الحوت بسبب البطء في اتخاذ القرار. وأحلى يعني من أحلى القراءات صراحة، هنيئا لكم ويا رب تتحقق للي شافوها من برج الحوت، أحلى برج، وجود لك يا برج الحوت، بتمنى لك فترة كتير سعيدة.